السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله قبل ما نبدا نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نتمنى لكم رمضان مبارك كريم، كل عام وانتم بالف خير والصحه وعافيه والسلامه ان شاء الله. واليوم ان شاء الله جبت لكم جلبات، كاين عبايات، كاين هاد الجلبات على الالوان ديالهم والاشكال، رانا يعني كل بياسه خليت لكم منها لون، خديت منها لون. وانتم اللي بغيتوا الالوان ولا الموديل اخر اتصلوا بالاخ، النمره كما عودتكم غنخلي لكم على القناه ديالي، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف، واتصلوا بالاخ ويشرح لكم يا موديل اخر يا الالوان اللي بغيتوا. يعني كاين هاد لاغوب ديال البنتات الصغار، هادي من 6 سنوات ل9 سنوات، يعني هاد اخر ما كاين كما كتشوفوا معايا كيحمقوا، اللي بغيت هلا فولادو علاش لا. والثمن راه مناسب، راه ما احتاجش نقول لكم، يعني انتم تتصلوا به وغتشوفوا الثمن، هما رائعين الملابس والثمن مناسب. انتم كتشوفوا خليكم تكتشفوا الشكل اللي كاين. كاين هادو كيتلبسوا انصامبل، يعني اللي بغى يلبس بحالها بحال الزوج ديالها، يعني كاين هاد اللوين الاول في الكورونا، وكاين هاد البلو مارين يعني رائعه ما شاء الله. كاين هاد الشكل ديال القفيطنات، ثوب رائع. هاد الشكل غدا قفطان، هادي على شكل عباية، يعني رائعين. وفضلا وليس امرا ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. كاين هاد السبرديلات ديال اديداس، راهم في الالوان، شكي ماشي في الالوان، يعني كما كتشوفوا الموديلات يعني هما، ولكن اديداس هذه هي اخر موديل. كاين هاد الصنيدلات يعني ما جاي الصيف، كاين هاد الثوب والالوان اللي بغات الالوان راه كاينين عند الاخ. ودابا غادي نخليكم مع السلامة، وإلى اللقاء، فيديو آخر إن شاء الله.